فصيل الجمل. فصيل جمل هادئ وقوي، عمره 4 سنوات، ينتظر منذ الصباح أن تضع أمه حملاً استمر عاماً كاملاً، وهو يستعجل رؤية أخيه ليلعب ويتسابق معه. الحمد لله، وضعت الأم وليدها. أسرع فصيل وأحضر لأخيه أطيب الحشائش وألذ الأغصان ليأكل معاً، لكن أخاه ترك الطعام كله والتصق بأمه. تعجب فصيل ونظر إلى أمه فقالت: لا تغضب، أخوك لن يقدر على تناول الطعام إلا بعد فترة من الزمن. صاح فصيل: ياه، ألن يجوع؟ ألن يعطش؟ ردت أمه مبتسمة: بلى، ولكنه سيعتمد على الرضاعة حتى تظهر أسنانه. شهق فصيل: آه، لا يملك أسناناً؟ جلس فصيل ينتظر أخاه حتى شبع. عندها توجه إليه وأراد سحبه للعب في الخارج، فمنعته أمه لأن ساقي أخيه ما زالتا ضعيفتين. تساءل فصيل بحزن: ألا يقدر على الجري؟ ألن يلعب معي؟ ألن يرافقني في الرحلة الصحراوية؟ احتضنت الأم ابنها فصيلاً وأخبرته أن أخاه ما زال صغيراً وضعيفاً جداً، ولذلك فهو بحاجة لأن تعتني به وتسانده، ويمكنه بعد فترة قصيرة أن يلاعبه ويضحك معه. اقترب فصيل من أخيه وأخذ ينظر إليه ويتأمله، ثم قفز فرحاً، فقد اكتشف أن أخاه يشبهه في الوجه والرأس واليدين والرجلين. في تلك الأثناء شاهد فصيل أخاه نعساناً، فأشار لأمه بهدوء وأسرع إليه يوسع له المكان وهو يقول: نحن أخوان، بل نحن صديقان إلى الأبد. ثم استلقى قربه. اقتربت الأم منهما وجلست بجوارهما وأخذت تمسح رأسيهما وتغني لهما بصوت جميل حتى ناما. النهاية.